النهارده بنحتفل بمناسبه تحرير سيناء 25 ابريل، وتملي احنا بنحرص على يعني نتجمع هنا ونحتفل باي مناسبه، يعني كانت في ايام الرئيس او الرئيس مثلا كان يعني احتفل بيها في ايامه، يعني صاحب التحرير كله، يعني صاحب الضربة الجوية وتاريخ التاريخ العظيم رئيس محمد حسني مبارك، هو تاريخ الحرب والدفاع كله، وتحرير سيناء وتحرير طابة وكله. لفيت البانجو هتقول لك لفيت البانجو اللي بلاها هتبقى بكام كده.